طيب تعالوا نروح لنوستالجيا بقى يا كريم. أيوة. ويعني زي النهارده انا بقول شهر اغسطس ده يعني عيد ميلادات ناس عظماء، يا احداث عظيمه. صحيح. صح ولا ايه؟ طيب طبعًا. نروح ل 4 اغسطس زي النهارده بس عام 2001، والتاريخ ده اللي اعتقد ما فيش اهلاوي مش فاكره. فوز الاهلي على ريال مدريد 1-0 اللي احرزه النيجيري ساندي، اللي اقيمت كمان المباراه في اطار وقتها احتفال النادي الاهلي بالفوز بلقب نادي القرن العشرين من قبل الاتحاد الافريقي الكاف بعد تصدره تصنيف الانديه في القرن العشرين. وتسلم وقتها رئيس النادي الاهلي الراحل العظيم صالح سليم الجائزة في احتفال كان مهيب جدا أقيم بمدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا يوم 22 مايو 2001. خلينا نروح نتابع. هاجم النادي الأهلي، يا سلام، أدي خالد بيبو جاله الموقف حلو وانفراد يحط وراح صريصة حلوة ورجع ورا راجل حط أوبا جول جول صنداي، يعطي الإذن لقدم اليسرى لتضرب الأضواء 12 شقلبة في الهواء. تشقلب يا تشقلب يا عم، ويكافئ مانويل جوزيه في اول لقطه ولا ثاني لقطه صندية تعلق، بس اتلعبت له حلوه حلوه حلوه، مفيش انانيه. وجول جميل 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 يحمل توقيع الوافد الجديد صندية، تحمر المدرجات. يا سلام يا حسام يا غالي يا ابني، لعيب وانت غالي، حسام غالي وانت غالي، ونجم كبير قوي حسام غالي، يتألق ويتجمل، رأى الصريصة حلوة قوي، وبفكر وحس عالي جدا حسام غالي ابن بيعلى، ويحطها لهدية تمريرة شرعية 100%.